جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: أقوم والحمد لله بقراءة الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية، وأنوي مع ذلك حفظ أولادي، فهل يكفي ذلك في حفظهم بإذنه تعالى أو لا بد من الجلوس معهم والقراءة عليهم مباشرة؟ لا، ما هو بلازم. تدعو لنفسك ولأولادك، يعني تشركهم معك في الدعاء لك ولأولادك في الصباح والمساء، ويكفي هذا ولو ما حضروا. نعم.